اخي فعلا. اولا وقبل كل شيء مبروك على الشعب الرجاوي بعيد الاضحى، ومبروك على البطوله 13 الحمد لله اللي سميت اش نقول لك، بقاو الى اخر رمق وجبناها بذراعنا وحلال الحمد لله. الحمد لله على كل حال، ومبروك عنا، والله يخلي ايامنا ديما اعياد كما كيقولوا، عيدوا تعيدوا وتعاودوا، حنا كنعيدوا كنعاودوا، وحنا ديما الحمد لله بخير وعلى خير. وكنشكر شنقول لك، نشكر الجمهور اللي عانوا في هذا السفر، وكاين الحمد لله كلشي داز مزيان، مشاو باعداد كثيره ومشاو لوجده، ولا نبشه ديال الشغب اللي كيقولوا الله غير كيدير الشغب، الحمد لله مشاو بخير وعلى خير، وجابوا واحتفلوا، واخا احترموا الضيف اللي اسمه مولي البلاد اللي عنا ما بغيناش اليوم بالمساكن، ولكن الحمد لله كل شيء داز مزيان. شكرا للجمهور، شكرا للمكتب اللي قام بواحد العمل جبار، ورغم الملعب اللي كان مسدود وكل شيء وما كانش الجمهور كيحضر وهذا، الحمد لله كل شيء داز مزيان. شكرا للستاف ديال المدرب والمساعدين كلهم قاموا بالخدمه ديالهم، وشكرا للمدرب زين باور، لان هذا الموسم استثنائي، 30 دوره بدون هزيمه، 30 دوره بدون هزيمه راه ما سهلاش، هي ماشي هي 30 ماتش زائد 3 الماتشات ديال كاس العرش زائد واحد 5 الماتشات اللي تلعبوا ديك العام، 38 ماتش سون ديفيت، راه حاجة كبيرة هذه غتبقى في التاريخ. الحمد لله على كل حال، مبروك عنا مرة أخرى البطولة 13، وكنشكروا المدرب ديال الحراس لأن خدم قام بعمل جيد، ونتمناو ليه مسار موفق إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. نعم أخويا، ديك الرحلة اش نقول لك، رغم طول المسافه وكل شيء، والله العظيم والله ما حسينا بالتعب، دازت واحد الرحله يا سلام، والله ما حسينا لا بالتعب لا والو، كل شيء داز مزيان، والجمهور مشعب اعداد كثيره، وجده كلها جمهور الرجاء، وشكرا عاوتاني حتى للجمهور ديال وجده، لان كندوزو من حداهم كيرحبوا بينا، وراهم المساكن غادي عارفين عندهم مقابله مصيريه وداك الشيء، غنقول لان تبارك الله عليهم الناس ديال زعما كيستاهلوا الشكر، والناس وجده تبارك الله عليكم، كنعاود كنقولها تبارك الله عليكم، والجمهور فين ما مشى كيخلي بلاصتو نقيه، انا راه فين ما مشيت سيرتو في السونتر عرفتي القهاوي كلهم بجمهور الرجاء، وكل شيء داز مزيان. واحد نيت واحد مول القهوه كنا فطرنا عنده، والماتش الاخر فاش كنا راجعين سولته قلت ليه هضره كي جاك الجمهور ديال الرجاء، قال لي لحد الساعه هنا بعدا ما عندي ما كاين لا مشكل لا والو، قلت ليه راه في جميع فوجده كامله راه ما كاين لا 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 شغب لا والو، جاو الناس احتفلوا مع راسهم وفرحوا، ورجعوا جاو باعداد كثيره ورجعوا عاوتاني، وشكرا حتى لك الناس اللي مشاو في التران مشاو باعداد والحاجه الزوينه ما وقع حتى شي ما وقع لا شغب لا والو، وهذه راه نقطه مزيانه للجمهور الرجاء. تبارك الله على هذاك السيد لان عمر قام بعمل جبار، لان باش تلعب بطوله طول بطوله بواحد اللياقه بدنيه كبيره بزاف، وما كاين لا تعب لا والو، وحتى اللعابه ما كاينش داك سميتو ما توعتو ما والو، بقاو لان داك بقاو طول السنه، يعني كان واحد الوقت كنا كنلقاو ديما العياده عامره، هذا الاعطاب الاعطاب الاعطاب، لكن الحمد لله الحمد لله هذا العام داز كل شيء مزيان، الفرقه باش بدينا باش كملنا الحمد لله، وهذا راه كيتحسب للسطاف تكنيك كله
لان قام واحد بلاتي 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 واحد هذا وهذا العمل كان رجع حتى لاكاديمي لاكاديمي دارت واحد لان باش لقيتي الارضيه المناسبه فين تتوجد تستعد لكاع المقابلات قطاع الغيار متوفر غادي مزيان الحمد لله قصي عليك راه سميتو راه لوطيل الاستعدادات يعني ممس راه ما بقى خاصنا والو خاص فهمتي خاص الالقاب دابا ان شاء الله نتمنوا العام الجاي تشامبيونز ليغ حتى هو ان شاء الله يكون يدخل الخزينه و كما كيقول الشاعر ديالنا يا عيني الامور طيبه الله أكبر. الحمد لله على كل حال ومبروك عواشكم وديما ديما رجاء والله على الدرجه خو عادي انا عادي الهلا هذاك هذاك السيد راه شوف خدا عنده كان عنده واحد التجربه فاش كان في الديدير لان كان التجربه ديالو هي اللي ساعداته وكذلك حتى المكتب كامل كانوا قام بعمل جبار وحتى الرئيس اللي حتى هو كان قابل الفرقه ديالو كما كيقولوا الخدمه عن بعد تيلي ترافاي كما قالوا اول رئيس اللي كينجح في الحراز على البطوله عن طريق تيلي ترافاي وهذا يحتسب للرئيس ديالنا بودريقه الشعب الرجاوي هذاك راه هذاك الجمهور راه استثنائي راه عالمي حنا راه حنا كان الجمهور كنجيو كنتفرجوا في الجمهور ديالنا انا راه نعسو به ونفرقوا به الجمهور ديالنا وعزيز عنا نلعبوا عليها ونجيبوها والله ما تروحي وان شاء الله الكاس حتى هو ان شاء الله غيجي للدار البيضاء ان شاء الله وديما ديما رجاء حافظكم الله للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.